السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواننا حالون، أسعد الله مساءكم بكل خير. في مثل هذه الأوقات بالذات تسمعون قطرات المطر. هناك إجراءات يجب على أخونا النحال أن يقوم بها في هذه الفترة الحرجة. ماذا يجب على أخونا النحال؟ أولا التقليل من الكشف على الخلايا، ثانيا التغذية السكرية السائلة يتوقف عنها، وهذا من ضمن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الإخوة النحالين. ما هو الإجراء البديل للتغذية؟ الإجراء البديل للتغذية السائلة هي التغذية الجافة عن طريق التغذية السكرية أو مطحون السكر أو سكر البودرة، يتم عجنها مع القليل من العسل. إذا لم يتوفر العسل يقوم بإضافة محلول سكري إليها مع إضافة بعض المنكهات مثل الخل، الليمون، الزعتر، الشيح، وكذلك يمكن إضافة منقوع الكركم ومنقوع القرفة وكذلك الزنجبيل. هذه الأشياء يتم إضافتها ونقوم بعجنها جيدا ثم إضافتها إلى خلية النحل حتى نخرج من هذا المنخفض الجوي الذي يؤثر سلبا على النحل. مشاكل التغذية السائلة تسبب رطوبة عالية داخل الخلية. النحل يبذل مجهود كبير للقضاء على هذه الرطوبة الزائدة. النتائج أمراض النحل، أمراض بكتيرية وأمراض فيروسية بسبب هذه الرطوبة. الرطوبة تؤثر سلبا على الكثافة النحلية وتراجع النحل بشكل غير معهود. الرطوبة تسبب الزحف، تسبب الانتفاخات، تسبب موت النحل. هو ليست الرطوبة، هي وجود التغذية في هذا الوقت، هي من جعلت أمعاء النحل في تلبخ وانتفاخ ثم سقوط فموت. الأخ النحال أن يتدارك هذا جيدا. التغطية على الخلايا أو عزل الخلايا من الداخل بشكل كبير، هذا ما أردت توصيله حتى لا يقع فيه الإخوة النحالون. تحياتي للجميع.